كاسو كديرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. واش مبروكه، عيد مبارك سعيد. اليوم غادي ندوز نقدم لكم فقاس كيجي ناجح 100%. بونجور ا توس، اجوردي جو بريزونتي غاتو ماروكان، فقاس ماروكان. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 6 البيضات صغار سيزو، عندي هنايا 250 غرام سنيده 250 غرام سكر، عندي هنايا ان بول دويل يعني ما يعادل 2 كيسان العنبات الزيت، زلافه الزيت كنعبر بزلافه. عندي هنايا 100 غرام ديال 100 غرام ديال اللوز مهرمشو انا باش يجيني ساهل في التقطاع، 100 غرام داموند كونكاسي. عندي هنا 100 غرام سيزام، 100 غرام من الزنجلان. عندي هنايا جوج ديال الفاني ديال 6 غرام، 6 غرام دو فاني 707 غرام. عندي هنايا خميره ديال الحلوه، انا عندي هاندي كبيره فيها 11 غرام 11 غرام، كليكم ديروا المجموع 16 غرام 816 16 غرام دو لا ليفير شيميك. حنا عندنا هنا في المغرب كتكون فيها يمكن 7 غرام جو كخوا، الوغ المجموع ديروا 16 غرام. ندوزو المقادير. بسم الله باردون، ندوزو الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. البيض ديالنا الأول، شوفو عملت البيض ديالنا 6 البيضات. هنا هدا هو الفقاس لي كندير من بكري، مازلت عليه حتى صغير. البيض ديالنا كنخلط، ومن بعد كنضيف عليه الزنجلان سيزام، ومن بعد كنضيف عليه اللوز، كنضيف انا درت اللوز كوكاسي باش ما عنديش الموس ماضي باش ما يتهرش. الا بغيتي ديرو صحيح شي شويه فيه شويه، حتى هذا باقي صحيح كيف ما كتشوفوا اللوز هو راه باقي شاد صحيح. نسيت ما قلتش لكم لا فارين، كيلو د لا فارين، ما تقولش لكم الطحين. الفاني ديالنا، الفاني كيعطي واحد النكهة للفقاس كيجي زوين. عملت السنيدة، كنخلطو، كنعمل كيلو الطحين على حسب الطحين عاوتاني يقدر يجيكم كيلو لاروب على حسب الطحين كيشرب. انا كتجيني فيه كيلو ديال الطحين، كنخلي منه شي شويه كنعمل الزيت ديالنا. كما قلت لكم هنا زلافه ديال الزيت، زلافه الزيت، زلافه السنيده. كندير الدقيق بشوي بشوي، درت السلافة الأولى، نقولكم شحال هز ليا، نورمالمون كيهز ليا كيلو. الزلافة الثانية، كيفما كتشوفو أنا ضفت الزلافة الثانية، أنا غندير فوقها طحين خميرة،
غادي فيغ شيميك ندير وحده ونص، حيت هادي فيها 11 غرام. لا موالسي ديالها سيبون. شوفوا شحال بقى ليا من كيلو ديال الدقيق، من باس اون غرام بقى ليا. وفي القص ديالنا نقطعو كورات، نقطعها كتشوفوا على حسب راه هو جاري حسب اللي بغيتو نتوما. نقطع ساهلة هنا 3 6، كتشوفو نحبلو هاد الشكل. هدا سلوفا ورقة سلوفا على الطاوة ديالنا باش ميلصقش ولا دهنو هاد الزيت. هداك من الاختيار مكتلصقش عندكم الطاوة، درنا هاد الزيت كنديرو على هاد الشكل وكنديرو في الطاوة ديالنا. شوفو نقطع هادي على هاد الشكل، كتشوفو انا خدت شوية نسكافي ندير فيها شوية الما كاش متوفر عندكم نسكافي وبغيتي ديرو كاكاو اون بودغ تاهو ديرو، يمكن لكم ديرو دهنو به في القاز ديالكم باش يجي شويه اللون ديالو محمر شويه. ما كانش عندكم تقدروا ديرو البيض لكم الاختيار، ما كانش البيض ما ديرو خليو هكا راه كيجي زوين. كندهن القز ديالنا، كتجيبو فرشيطة هي راه شي ثاني طرا درت وقت الراسة وفرشيطة ديرها السواق اللي بغيتو. صافي من بعد كنديرو في الفرن ديالنا، كنديرو في الاول كيكون الفران من الاحسن ندخلو الفران يكون ما سخون ما بارد، يكون دافي شويه لان الفقاس غير كيتفرقع ملي كتدخلو الفران كيكون سخون دغيا الفراس الفقاس كيتفرقع. من الاحسن حتى تكونو كتلويه وتشعلو الفران وتكون يكون ناقص. انا غنديرو من الفوق ومن التحت، عندي الفران ديال الضو غنديرو من الفوق ومن التحت بعد نزلو نتلاقاو، نديرو في الوسط من الفوق ومن التحت. كيفما كتشوفو أنا خرجت الفقاس ديالي من الفرن جا محمر جا مزيان، وغادي نقطعو مباشرة مغاديش نخليه. واللي بغا عندو الوقت يدير يشد كتانة يفزقها شوية يخليها كتيميد هكايا ويفزقها ويدير فوقو بلاستيك ويخليها تا الصباح ولا تا العشية ويقطعو. انا نقطع مباشره وندخل الحمراء باش نتلاقى ورا باقي سخون كيخرجوا نقطع مباشره. انا ندير نص ماضي نقطع مباشره كيف ما كيقولي بغا يخليه يخليه حتى الصباح، ندير له كتانه فازكه شويه تشوفوا هكا يجي مزيان ومن بعد نديرو يتحمر. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا بعد ما خرجته من الفرن قطعته مباشره ما غطيتوش. نورمالمون كنغطيه بكتانه فازقه شويه وكنغطيه ميكا وكنخليه حتى الصباح، دابا ما عنديش الوقت
وقطع سومة عاد ذلك رجا غزال. الصراحة هذا هو الفقاس المعتاد اللي كان ديرو من زمان. كانت واحد السيدة الله يذكرها بخير كانت عطاتنا، كانت تدوز معنا ستاج في الرباط، كانت هي اللي كانت عطاتنا هاد المقادير. والصراحة عطات البنات بزاف جربوهم، ما كانش اللي تشكرني عليها. وفي العمل ديالي كنت كنعملو كان كيجي الصراحة زوين، كلشي كان كيشكرو وبقيت محتفظة عليه. كيجي لذيذ الصراحة، كيجي زوين، تيجي غزال الفقاس. انا البنات عندي واخا ما كياكلوش الحبات الاخرين، الفقاس كيعجبهم الصراحة وكيعجب الجميع الصراحة. الفقاس كيعجب كلشي، وجربوه ما تندموش عليه. والى اللقاء، الى فرصة مقبلة ان شاء الله. الى اللقاء، ما تنساوش باللايك وبالتعاليق ديالكم، ومن جربوه ردوا عليا كيف جاكم. الى اللقاء.